السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الجزء الثاني في نظام الفاير ألارم والبابليك أدرس. بعد ما سمعنا الفيديو بتاع الجزء الأول اللي هو جزء النظر للنظامين، عرفنا إن الفاير بيتكون من input devices و output devices و control devices. ال input devices اللي هي كانت عبارة عن detectors أو الحساسات بمختلف أنواعها، smoke و heat و multi و beam و flame وغيرهم، وعرفنا المانوال كول ستيشن بانواعه اللي هو السنجل اكشن والدبل اكشن، وبعدين عرفنا الكنترول ديفايس وبتتلخص في لوحه الفاير الارم كنترول بانل، وان في منها نوعين، نوع كونفنشنال ونوع ادريسابل، وبشتريها او بحددها على حسب اللوبز اللي بتكون موجوده جواها، وكل لوب بحدد هي بتشيل كام ديفايس. في لوبات بتشيل من اول 100 ل 150 ديتكتور، وفي اكتر من كده بناء على حسب البراند اللي انت هتشتغل عليه. وممكن طبعا اعمل انترفيس لاي نظام مع الفاير الارم زي البي ام اس او الاتش باك سيستم او الساوند او الاكسس كنترول او غيرهم. وان برضو الاوتبوت ديفايسز بتتلخص في الاجراس او السراين، والكنترول مديول والمونيتور مديول والريبيتر بانل، شويه مكونات كده مع بعض. حاليا بقى هنتكلم على تصميم الفاير على بلانت الكاب. تمام، هنشتغل على نفس المشروع اللي احنا كنا شغالين عليه، شوب دروينج. وطبعا زي ما انتم عارفين المشروع ده بيتكون من او المكان اللي هنعمله ديزاين ده في معمل، وفي كلاس رومز، وفي أوضة كهرباء، وفي قاعة محاضرات. تمام، وأنا هبدأ أوزع الديتكتورز بناء على طبيعة المكان. تمام، فأنا عندي كل الطرقات طبيعة هستخدم لها سموك ديتكتور. هو أصلا الغالب في أي مشروع بيبقى بنستخدم سموك ديتكتور، فالكلاس رومز والطرقات هستخدم لها سموك ديتكتور، وكذلك برضو قاعة المحاضرات. أما غرفة الكهرباء لا، لازم أستخدم لها مالتي ديتكتور، وكذلك المعمل لازم أستخدم له مالتي ديتكتور. هبدأ مثلا أعمل الجزء ده الأول بتاع المعمل، فأنا هستخدم له مالتي ديتكتور. على الأول نكشف الليجند اللي معانا. بص، أول حاجة في الليجند هنا بيقول إن الرمز ده الفاير ألارم كنترول بانل، والفاير ده بتاع الريبيتر. الريبيتر ده اللي هي اللوحه التكراريه اللي بتكون موجوده في غرفه الامن، بتوضح اي حاجه بتحصل على لوحه الفاير الارم، بس ما بقدرش اتحكم من خلالها في حاجه، يعني هي بس مجرد ان انا ايه براقب من خلالها. وده البريك جلاس كول بوينت، ده اللي هو المانوال كول ستيشن، يعني محطوط اللي هو ويزر بروف، اكيد الرمز ده هيستخدم لما نكون حاطينه اوت دور. وده نفس البريك جلاس كل بوينت، بس ده من غير ويزر بروف، فاكيد هنستخدمه اندور. وده السموك ديتكتور ويزن فويد، ده السموك ديتكتور بيستخدموه فوق السقف الساقط. لما بيزيد السقف الساقط عن ارتفاع معين تقريبا اكتر من 50 سنتي، بيستخدموا المفروض حساسات بتكون موجوده في السقف الخرساني، وحساسات موجوده في السقف الساقط، على ان المسافه بينهم طويله جدا، خصوصا في المشروع بتاعنا ده، لان احنا عندنا سقف ساقط ارتفاعه تقريبا حوالي متر ونص، فالمتر ونص دول ممكن يحصل اي حاجه وانا الحساس بتاعي ما يقطهاش. فأنا طبيعي المفروض لازم أستخدم حساس في السقف الخرساني، وبيكون لي ريموت انديكيتور، ده اللي هو لمبة بيان كده محطوطة في السقف الخرساني عشان توضح لي إذا كان في حاجة فوق أو لا. بصوا، هي بتتركب كده بالظبط عن طريق الديتيلة دي. ده السقف الخرساني اهو، بتركب فيه مثلا السموك ديتكتور، وبيبقى فيه لمبه البيان بتاعته بتتركب في السقف الخرساني، في السقف الساقط، وبيتركب عادي بقى في السقف الساقط اللي هو السموك ديتكتور العادي بتاع السقف الساقط. تمام، بس احنا عشان بس ما نتوهكوش، لان انتوا لسه بنعمل ديزاين اول مره، فهنتجاهل دلوقتي حته السقف الساقط اللي على ارتفاع عالي ده، وهنشتغل بس على السقف بتاعي اللي انا شايفاه بعناية، يعني مش هتكلم على السقف اللي هو فوق السقف الساقط يعني. بعد كده عندي السموك ديتكتور والهيت ديتكتور، والسموك والهيت ده اللي هو المالتي ديتكتور، والبيم سموك ديتكتور ده هستخدمه. البيم عارفين، عرفنا ان احنا بنستخدمه في الاماكن اللي ارتفاعها عالي.
وده المونيتور مديول والكنترول مديول، وده الوول ماونتد سارين، ده السارينا والفلاشر. ودي السارينا برضو بس ليها ويزر بروف، لا يعني هتتركب اوت دور. وده المفروض ان انا هشتغل البول بوكس ده، انا كده كده في نظام الفاير بستخدم مواسير حديد، وهنشوفها دلوقتي مع بعض في المقايسه. بس انا عشان لو تفتكروا قلنا ان احنا عشان نعمل سحب الاسلاك بنحط بول بوكس كل من 10 ل 15 متر، وبعد الانحناء الثانيه، ولما غير حاله المسار من امبيدد لاكسبوز. فانا طبعا دلوقتي لازم استخدمه بول بوكس حديد عشان انا بستخدم مواسير حديد. تمام، نبدأ بقى دلوقتي نعمل الديزاين بتاعنا. طبعا انتوا عارفين ان المالتي ديتكتور ده بيبقى الكفرج اريا بتاعته دايرة نصف قطرها 4 متر. فانا هاخد الدايرة وهبدأ اعمل نص القطر 4 متر، فالبلله بتاعتي بالملي، فهعملها 4 تلات واظبط كده مكانه. عشان اغطي كل الاماكن. تمام، اخدها كده كوبي وابدا اعمل اوفرلاب بين الدوائر اللي انا عاملاها دي، علشان اخلي بالي ما يكونش في مكان مش متغطي. تمام، المفروض بقى دلوقتي ان انا هبدأ اوزع السنسورز بتاعتي من خلال الدوائر دي. فانا عندي مثلا دي الاولى ودي التانية، فانا طبيعي لازم احط واحد هنا عشان دي الاولانية، وفي واحد تاني لحد هنا، يعني ايه الجزء ده يكون جواه سنسور. انا هاخد ده اهو كوبي، احط مثلا عند الدايرة الاولانية وليكن هنا. الدايرة التانية اللي هي آخرها هنا ممكن أحطها عند آخرها اللي هو ده. تمام، طب نشوف الدايرة التالتة كده. الدايرة التالتة بيقولي لازم أحط واحد هنا، أنا ممكن أرحل دول شوية، خلي ده كده مثلا من هنا وده كده. ده لازم أحطه هنا. تمام، أنا حطيت في المنطقة دي. أخد ده كوبي أحطه مثلا هنا. فأنا كده هلاقي إن كل الأماكن بتاعتي بقت متغطية. تمام، بعد كده هستخدم السموك ديتكتور، والسموك ديتكتور ده بيغطي دايرة نصف قطرها 4 متر. هاخد الدايرة، سوري، 5 متر. هعمل الأول الطرقات. ناخد دي كمان شوية كده، نروح هنا. ندخل بقى على القاعة دي. نظبطها شوية. وطبعا كل الكلاس رومز دي لازم برضو أتأكد من الكفرج اريا بتاعتها.
كلها مغطية اهي. وطبعا قلنا ان أوضة الكهرباء دي بتبقى دايرة نصف قطرها 4، انا هاخد واحدة من اللي فوق دول كده كده مغطية. تمام كده، انا هشتغل على الجزء ده بس. هبدأ بقى اخد السموك ديتكتور اللي عندي اوزعه في الاماكن كلها، مثلا هنا، واحط واحد هنا، واحط واحد عشان اعمل اوفرلاب اهو هنا، وممكن هنا. الجزء ده محتاج لواحد، ممكن احطه هنا وهنا. تمام كده. وهنا ممكن احط واحد، وهنا وهنا، وكذلك هنا وهنا وهنا. وطبعا في كل كلاس روم هحط واحد في النص كده مثلا. ده دي كمان ونحط عند السلم من هنا برضو، وفي الحتة اللي هنا دي لسه نجيب المالتي نحط في أوضة الكهرباء. تمام، أنا كده خلصت دلوقتي كل التوزيع اللي أنا عايزة أوزعه. تمام، هيبقى عندي بقى الدوائر دي أعمل فيها إيه؟ ما تمسحهاش، خليها اعمل لها لير مثلا، سميها coverage area. تمام، بس تمام. وأحددهم كلهم وأدخلهم عليها. وأقفلها بحيث إن لو أي حد حب يراجع عليا شغلي يراجعوا بسهولة. تمام أهو. في أوقات في الديزاين بيعمل لي اللي هو اللوبة بتاعت الديتكتورز دي، وأوقات تانية ما بيعملهاش. تمام، أنا المفروض دلوقتي لو شغالة مثلا هو الدور ده هو الدور الأساسي بتاعي، فالمفروض أحط فيه مثلا اللوحة، أجيب اللوحة بتاعتي أخدها كوبي كده وأقوم أحطها في أوضة الكهرباء، أو المفروض إنها تكون أوضة الأي تي مثلا، بس عشان هي ما عنديش غير أوضة واحدة هنا فأنا هحط فيها ده. بس خلي بالكوا ده افتراضا، لان احنا المشروع اللي احنا شغالين عليه ده اللوحة بتاعته موجودة في الجراوند. بس ايه، انا بعرفك لو انت المفروض شغال على مشروع ما فيش فيه رايزر هتعمل ايه. تمام، هو كده المفروض ان الديزاين خلص. تمام، طبعا الحوار الكردانه والجو ده ما بعملوش خالص في الديزاين، انا ببدا اعمله وانا بعمل الشوب دروينج. فانا دلوقتي خلصت ده كله ديزاين، بقي لي اعمل ديتيلات زي الديتيله اللي اتكلمنا عليها قبل كده. مثلا عند الديتيله دي بتقول ان هو ده السقف، وان السقف دوت فيه البوكس بتاعي اللي هو البي سي بوكس هنا فوق، بعدين ماسوره فليكسيبل، ماسوره اي ام تي، ماسوره فليكسيبل اي ام تي. وبعدين هتنزل للديتكتور بتاعي في السقف الصوت. تمام، وده مثلا للمانوال بوليس ستيشن بيقول لي ان هو ده الارتفاع بتاعه على واحد على 1400 ملي متر، ده 1.4. ممكن انا مثلا لو حبيت ان انا اعدل فيه بسهوله، مثلا لو وليكن لو انا هعمل السقف هنا وليكن ده السقف، وانا كده كده مثلا همشي بمواسير بارزه في السقف. الديتيلات ما بحاولش اعملها كلها من الاول، يعني انا بحاول اجيبها من اي مشروع واعدل عليها عادي، اعمل لهم مثلا فيلت الاتنين دول مع بعض عشان ادخل الماسورتين على بعض كده.
وممكن عادي اغير التوصيف ان دي كده، عشان احنا عارفين ان الماسوره اللي فوق دي مش انسايد. اقول له مثلا ان هي ماسوره 3/4 عشان انا شغال بالبوصه AMT conduit. exposed تمام كده. فأي ديتيل عادي انا بس بعملها وبايه وبوضح له بس ايه الارتفاعات اللي فيها وخلاص. طيب الرايزر برضو بسهولة قوي ان انا ممكن اجيب اي رايزر كوبي من اي مشروع واخده كده في جنب عندي في البلان وابدا اعدل عليه. فرضا ان انا هبقى انا شغاله على دور واحد بس، فانا كل الادوار اللي فوق دي او دورين مثلا، انا كل دول ما يلزمونيش دلوقتي. مثلا ده دي اللوحه بتاعتي، بيقول ان هو عامل لها انترفيس مع ايه، مع كل الحاجات دي، كل السيستم دي تمام. وان هي ليها الريبيتر بانيل اهي، وان هي وضح لي منها الكابلات، ان هي سوري متوصله على البي سي، وموضح لي بقى الكابلات اللي خارجه منها، يقول لي ان هي خارج منها كابلات 2 في 2.5 فاير ريتد كيبلز، الفاير كيبلز في عندي كذا. ده المفروض اللي هو قلنا عليه ان هو رمز السرينه، في سرينه في الدور ده، والنظام ده طالما عامل لي السرينه لوحدها على اللوب، يبقى انا هشتغل السرينه على اللوب لوحدها والديتكتورز على اللوب لوحدها. فانا دلوقتي الديتكتورز اصلا احنا عرفنا ان من الادريسبل بخرج باللوبه وبرجع تاني ليها وبرجع تاني للوحه. هنا مثلا انا خارج باللوب اهي، خد كل الديتكتورز اللي موجودة في الدور الجراوند عندي، وبعدين قام طالع فوق ايه للدور الفيرست، اخد كل الديتكتورز اللي موجودة وقام نازل تاني للوحة. وعندي بقى لوبة تانية للأجراس في الدور الجراوند، ولوبة في الايه في الدور الفيرست. طب لو انا مثلا ما عنديش دور فيرست، ممكن اشيل ده عادي كده بكل سهولة، اشيل دول برضو بسهولة كده، وهي تبقى عندي لوبة واحدة بس. كل اللي انا هعمله اجيب الخط بتاعي كده اوصل وانزل للوحه بتاعتي تاني بس كده تمام. فالرايزر بسهوله جدا ممكن اعدل عليه. طيب عشان بقى ابدا اعمل شوب دروبنج للنظام بتاعي المفروض اعمل ايه؟ الاول هدخل اقرا الانفايس كده اشوف البند ده بيقول ايه. فاير الارم سيستم اول حاجه بيقول لي ايه، تركيب توريد تركيب واختبار لوحه انذار حريق من النوع الذكي المعنوي يعني ادريسابل، ساعه 2 لوبه وقابلة للزيادة لأربعة لوبة، وبالإضافة إلى عدد 4 خطوط توصيل لسماعات الإخلاء، يعني هيعمل لها ارتباط مع الانترفيس مع نظام البابليك أدرس نظام الساوند. وموضح لي بقى بعد كده إن هي متصلة بوحدة الاتصال التلقائي والدفاع المدني، ونظام الصوتيات، نظام الكاميرات، نظام التحكم في الدخول والخروج، ونظام إيه ونظام إيه، موضح لي كل حاجة. ودول طبعا لازم أعمل حساب فيهم عشان لو حطيت لهم كنترول مديول. والحاجات دي كلها طبعا بتفيدني وانا بعمل انترفيس للوحه، وبتفيدني كمان وانا بصعب، لان انا لازم اوديه اودي للمورد السنجل لاين دايجرام او الريزر دايجرام بتاع الفاير ارم، بالاضافه طبعا للموضوع البند في المقايسه عشان يبدا يسعر لي كل الوحدات اللي موجوده جواه. والنظام فعلا من اغلى الانظمه، يعني اللوحه دي هتلاقيها عامله مبالغ كتير قوي. وبعد كده اتكلم على لوحه الريبيتر، وبعد كده قال لي ايه توريد وترشيح وتركيب واختبار مخرج. يبقى البند ده بيتكلم فيه على المخارج، بس انهي مخارج بالظبط؟ مخرج انذار حريق بالسقف او الحائط محمل على البند المواسير. طيب ده قال ان هو ده مخرج انذار الحريق، وقال لي ان هو قلنا هستخدم عليه على المحمل على البند المواسير الاي ام تي لو هي مواسير زهره، والحاله المدفونه هتبقى ايه؟ يو بي بي سي تمام؟ مواسير بلاستيك. قلنا انا هستخدم مقاسها 20 مللي، قلنا هستخدم طب سوري الاول المدفونه فين؟ المدفونه دي تبقى في الحيطه، اما كل السقف بتاعي بارز، والبارز طبعا كله هستخدمه مواسير اي ام تي، وهستخدم كابل 2 في 2.5 من النوع المقاوم الشيل تمام، واللي درجه حرارته 105 عشان انت عرفت ان احنا عندنا 2 في نوع اسمه فاير ريتاردنت كيبل ده اللي هو 105 درجه، وفي فاير ريزيستنت كيبل ده اللي هو 910.
وبعد كده اتكلم بقى على كل ديتكتور على حدة، يعني كل ديتكتور لوحده. فقال لي هنا السموك ديتكتور، وبعد كده اتكلم على كشف الدخان اللي هو في السقف المستعار اللي اتكلمنا عليه، هو فوق السقف الصائب، واللمبة البيان بتاعته. واتكلم بعد كده على الهيت ديتكتور، واتكلم على السموك ديتكتور، واتكلم خد لي كل الديتكتورز اللي موجوده في المشروع ده، قال لي عليها تمام. بس دي بالنسبه لي دي ديفايسز، انما المخارج بتاعتي كلها في البند ده بس. فانا دلوقتي لما اجي اعمل افريج لينس للفاير، لازم ده البند بتاعي اللي هيسمع فيه، هجيب له الافريج لينس، والافريج لينس هسمعها في شيت الاوتلت تمام. البند التاني بقى اللي لازم اركز فيه بيقول لي ايه، لو بيقول تركيب واختبار مخرج سرينه بفلاشر تمام. نفس البند اللي فوق، بس بيقول لي ايه ان ده مخرج سرينه. لو تفتكروا من شويه واحنا بنشوف الرايزر، لقينا ان السراين كانت لوحدها على لوبه، وان الديتكتورز كلها على لوبه، فهو طبيعي ان انا هجيب افريج لينس لده وافريج لينس لده، واستخدم الافرج لينس بتاعت المخارج لوحدها والافرج لينس بتاعت السراين لوحدها شويه، وهنشوف الكلام ده مع بعض. وبعد كده بقى اتكلم على الديفايس بتاعت ايه السرينه، قال ان عندي سرينه بفلاشر مش عارف ايه في السقف الصائف الكلام من ده، وبعدين واحده تانيه ويزر بلو. ده كل اللي هو قال لي عليه في البند بتاعي. فاتكلم شويه معايا على اللوحه، وبعدين اتكلم معايا على المخارج اللي موجوده في السقف كلها عشان اعرف اجيب لها الافرج لينس ازاي، واتكلم معايا على الديفايسز اللي موجوده في السقف كلها او الديفايسز كلها ما عدا السراين. وبعد كده جاب لي بند تاني للسراين لوحدها كاوتلت كمخرج، وبعدين بندين تانيين للسراين وهي ايه ديفايسز، عشان الديفايسز دول اللي انا بوديهم للمورد وبيسعرهم لي واستخدمهم معايا في شتات الدراسه تمام. دلوقتي بقى هنبدا نشوف هنعمل الشوب دروبنج ازاي. طيب اول حاجه قبل ما ابدا اعمل شوب دروبنج او قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، انا محتاج اتاكد ان ده الديزاين جالي خلاص تمام. انا محتاجه اتاكد بقى ان الديزاين ده بيغطي الكفرج اريا بتاعت الماركه اللي انا هستخدمها، فطبيعي لازم اروح اكلم المورد الاول واقول له هي الديتكتورز اللي عندك بتستخدم مسافه بتاع كفرج اريا قد ايه، طب على ارتفاع قد ايه، لان طبعا لما بيزيد الارتفاع عن 4 او 5 متر، يعني في ارقام كده لما بيزيد الديتكتور عنها بنبدا ان ايه الكفرج اريا بتاعته بتقل تمام. فلازم اتاكد من المعلومات دي من المورد كويس قوي. وبعد كده اول خطوه بعملها زي ما اتعودت قبل كده، ان انا خلاص اقرا المقايسه، وانا قراتها دلوقتي وعرفت ان هستخدم كابل 2 في 2 ونص شيلدد كيبل، وهستخدم ماسوره بارزه. ما حددليش هي كام بوصه، الاي ام تي كام بوصه، بس هو الطبيعي بتبقى 3 ارباع بوصه، وممكن تعملها في الانجليش. وهستخدم للحاجات المدفونه ماسوره يو بي في سي 20 مللي تمام كده. هعمل بقى هبدا بقى دلوقتي اعمل كاردنا. فده المفروض دلوقتي اخد كل دول كوبي وسبيس بوينت كده، اروح احطهم فين؟ اروح احطهم في البلاده بتاعت السيلينج اللي انا عملتها قبل كده. فانا دلوقتي انا بالفعل كنت اخدتهم عشان ما نضيعش وقت، وحطيتهم هنا اهم كلهم. فانا دلوقتي هروح البلاده بتاعتي احدد كل اللي موجود فيها واعمل له سيلكت سيميلر وامسحه عشان اجيب الجديد. واروح الكوردينيشن هنا، طبعا احنا عارفين احنا بنعمل الحاجات دي ازاي، عارفين احنا بنعمل كوردينيشن ازاي. واحطهم هنا تمام كده. والمفروض بعد كده ان انا ابدا اعمل بعد الديتكتورز، نسينا نعمل ديزاين للكواسر والاجراس. طبعا الكواسر والاجراس بنعمل لهم ديزاين فين؟ بنحطهم عند المداخل والمخارج، يعني عند السلالم. فانا هاخد دلوقتي الكسر والجرس كده كوبي، وراح احطهم عند المخارج. طبعا الكسر ده اللي هو اي حد هيكسره فيعمل ايه صوت فينبه الناس، فانا ممكن احطه هنا عند السلم من هنا عشان اللي جاي اللي نازل يجري اللي نازل يجري يخبطه فيتكسر فايه فيعمل صوت.
احط كمان هنا مثلا. تمام. طيب انا دلوقتي بحطهم عند المداخل والمخارج بس، لا مش بس، انا بحطهم تقريبا من 30 ل 40 متر. فانا لو جيت اقيس دلوقتي طول المسافة من هنا لتحت كده هلاقيها مسافة 32 متر، هي تعتبر كبيرة. فانا هخليني احط مثلا جرس في النص بحيث ان هو ايه الصوت يبقى منتشر في المكان كله. حطه هنا مثلا. ممكن برضو احط واحد تحت هنا بحيث ان هو يودي الصوت للناحية التانية دي. طيب في حاجة كمان عايزة أقول لكم عليها، إن لما تبقى الأجراس على لوبة لوحدها ممكن أستعملها كلها، أجيبها كلها أدريسابل، بس ده بتبقى غالية أو مكلفة. وممكن أستخدمها إيه، أجيبها كلها كونفنشنال وبتبقى سعرها رخيص. وعشان أحولها مثلا من كونفنشنال لأدريسابل أستخدم لها في البداية كنترول مديول، أستخدم لها كنترول مديول. كنترول مديول ده هيتحكم فيها ويحولها لي لإيه، ويحولها لي الادريسابل. احطه كده جنبها في اول اللوب بتاعتي. تمام. طيب على حسب الرايزر بقى اللي عندي، انا عندي ايه، عندي اللوحه موجوده في الجراوند وطالع منها لوبه اهي السكند اسمها لوب 2. لوب 2 خدت الحاجات اللي في السكند وقامت نازله تاني للوحه. تمام كده. وليها برضو لوبه للايه، للاجراس. فده اللي انا هبدا اعمله دلوقتي من خلال الرايزر. فالرايزر ده اللي هو حاطته لي ده هو ده اللي بيمثل لي اللوحه، فدي ما لهاش لازمه بالنسبه لي في المشروع ده. تمام. فانا دلوقتي هبدا اخد اعمل لير جديده واسميها وايرنج او زي ما انا عامله كده، وابدا اخرج من اللوحه واشوف ايه انا همشي ازاي. طبعا انا وانا بمشي بحاول بقدر الامكان اقلل التسعينات بتاعتي جدا، ما ادخلش على فراغات، على سلالم، على اعمده خرسانيه، كلام من ده. امشي دايما المسارات اللي هتوفر معايا. عشان احنا قلنا اهم حاجة عندي في الشوب دروينج ان انا ايه، اوفر. مثلا ده نقابلني هنا الكاسر، انا لازم اخده طبعا.
عشان هو بيكون معايا على لوجة الديتكتورز مش على لوجة الأجراس. طبعا كل اللي أنا بعمله ده هنظبطه بإيه؟ تمام، بفلت. طبعا باخد بالي من شكل المخارج، البواطات بتاعتي اللي انا بستخدمها سواء كانت أحادي ولا ثنائي ولا ثلاثي ولا ايه بالظبط. لازم ارجع لايه؟ للرايزر مره تانية عشان انزل للوح. تمام كده، انا كده المفروض ان انا عملت اللوبه بتاعتي، وانا برضو بعمل الفلت اشوف لو في مسار تاني اقل او مسار افضل او اقصر او كلام من ده اظبطه برضو. وهعمل دلوقتي اللوبه اللي هي بتاعت الاجراس دي، اغير بس اللون واعمل لوبه الاجراس. ادخل اول حاجه على الكنترول موديول زي ما احنا قلنا، ممكن اظبط المسافات دي واسنترها كده وابعدهم عن بعض شويه، من الخليج مثلا بعيد شويه كده. تمام، تيجي هنا واخرج من ده على اللي جنب، واخرج من الجرس ده على الجرس اللي بعده اللي هو موجود عندي في الدور فوق اهو. طبعا التقاطعات دي كلها هنظبطها بإيه؟ تمام، وترم. في جرس عديناه، ناخد ده كده. وفي برضو هنا بتاع مانوال بوليس ستيشن عديناه، المفروض دي الخط ده عشان نصلح بسهولة بدل ما نقعد نمسح كتير. نعمل فريت كده على طول، ده مع ده لما نمسح، واخد بقى من ده على ده. تمام، بصوا اللي انا عايزاه واللي انا مش عايزاه كده، بس طبعا بقى اصغر الفريت شوية لان ايه مش مظبوطة كده. المهم نكمل اللغة بتاعتنا عشان ما ننساش. نطلع فين؟ حددي الجرس ده، الجرس الأخير اللي فين. طبعا عملت قطعات كتير وحاجات كتير، الحاجات دي نراجعها مرة تانية كده ونشوف أنهي أفضل مسار ونوصل. تمام، هعمل بقى دلوقتي فيلت وترم. انا مش هعملهم، اروح على طول البلان اللي انا عملتها قبل كده اهي. مشيت باللوب بتاعتي اهي عادي، مشيت خرجت من اللوحة رحت على الديتكتور ده وده، وخدت كل الديتكتورز في طريقي. طبعا انا بعمل اسهم كده عشان ايه ابين اللوب ماشية جاية منين وراحة منين وراحة فين كده. واخدت ده طبعا نخرج حرف يوم كده، كملت كل الديتكتورز اللي موجودة عندي. تمام كده،
تمام، ورجعت تاني، ورجعت تاني لإيه؟ للوحة. تمام، وبرده كذلك اللوبة بتاعت الأجراس أهي، رحت للكنترول ميديو، وبعدين السيرينا دي، وبعدين إيه، وبعدين دي، وبعدين طلعت للأخير، وفي الآخر خالص قفلتها، قفلتها بإي أو إل اللي هي إيه، مقاوم. تمام، لو جينا بقى دلوقتي على الأبعاد، طبعا انتوا عارفين أي حاجة على الحيطة زي دي ليها إيه، بعد واحد. تمام، وأي حاجة في السقف ليها بعدين. حاجة كمان عايزين نوضحها، هو أنا ليه حطيت الكاسر والجرس جنب بعض كده، مع إن هما المفروض في الطبيعة، في الطبيعي، الطبيعي بتاعهم هيكونوا فوق بعض، فالمفروض أحطهم كده مثلا. أحطهم كده لأن هما الاتنين في نفس المكان، بس الكاسر على ارتفاع 1.4 والسيرين على ارتفاع 2.2 تقريبا، فإيه المفروض يتحط بالشكل ده. هو طبعا ده الأصح، بس أنا عادي بحطهم كده بس إيه، للتسهيل. تمام، وبعد كده قلنا هنعمل إيه، الأبعاد. فالحاجة اللي ليها اللي موجوده في السقف بحطها ايه، بعد افقي وراسي، واللي موجوده على الحيطه بحط لها بعد واحد اللي هو الافق كده بس. تمام، بعد كده جينا للتوصيف، وقلنا ان زي ما قرات ايه في الرايزر، ان دي اللوبه اتنين، طبعا راح لايه، للاف اي سي بي، للوحه الفاير الارم كنترول بانل، ان انا هستخدم لها ماسوره 3 4 بوصه، والكابل بتاعها جبته من المقايسه، ان انا كده كده شغاله اكس واز. تمام كده، في حاجة تانية بس كده، هو كده يعتبر الشوب دروينج بتاعي بالنسبة للفاير الارم يعتبر خلص. لسه طبعا الديتيلات، اللي احنا لو الديتيلات مش موجودة لازم نعمل الديتيلات بتاعتنا، ولازم نوضح الرايزر دايجرام، ولازم نحط الليجند عشان نعمل ايه، نعمل اللي اوت زي ما تعودنا وتعلمنا ازاي نعمله. طبعا اخد بالي ان انا لازم اعمل ليبلنج، تسمية لكل الديتكتورز اللي موجودة عندي بأرقامها. تمام، وكل الكواسر والحساسات والمانوال بوليس ستيشن اللي هو الكواسر. حاجة مهمة بس كمان ناخد بالنا منها، احنا اتكلمنا فيها من في البداية، قلنا ان انا لو عندي السقف الساقط اكبر من تقريبا 50 يوصل لمتر مثلا، لازم احط له ديتكتورز في فوق السقف الساقط وديتكتورز تحت السقف الساقط. تمام، وممكن اوصلهم عادي على لوبة واحدة، او ممكن اعمل ده لوبة منفصلة وده لوبة منفصلة. تمام، لو انا بقى عندي كمر في المبنى بتاعي، على حسب الكود بيقول لو الكمر ده كان سقوطه 10% من ارتفاع السقف، بعتبره كأنه مش موجود. بس لو السقوط بتاع الكمر ده كان من 10 ل 40%، باخد الكفرج اريا نص الكفرج اريا، يعني مثلا لو هعمل دايرة نص قطرها 5، لا اخليها 2.5. لو اكتر بقى من 40% ده، لا بعتبره كأن هما مكانين منفصلين. تمام، هنتكلم بقى دلوقتي عن نظام البابليك ادرس، وده النظام اللي بقدر من خلاله اعمل انتشار للصوت في اي مكان. بقى حاليا بقى بستخدم في مشاريع كتير جدا زي المستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات وغيرهم. طبعا البابليك ادرس ده حاجه بابليك، يعني بستخدمه في الاماكن البابليك مش الاماكن الخاصه. فانا معايا المشروع بتاعي، ففي المعامل هنا اكيد هيستخدم اوديو فيجوال سيستم، نظام خاص، صوتيات خاص بالقاعه. انا ما يهمنيش لو في اشاره بتتقال بره مثلا، او في رساله صوتيه بتتقال بره اسمعها في القاعه. وكذلك برضو قاعه المحاضرات دي، قاعات المحاضرات والمعمل. فانا كل اللي هستخدمه دلوقتي ان انا هعمل ديزاين للسماعات في الطرقات دي. تمام، طيب الاول عرفنا ان النظام بيتكون من وحدات اخراج ووحدات ادخال ووحدات كنترول. اول حاجه الانبوت ديفايسز دي اللي بتصدر الاشاره الصوتيه،
يعني ايه الحاجات اللي بتظهر الاثاره الصوتيه زي الميكروفون، السي دي بلاير، التونر، حاجات كتير من دي. تمام. الكنترول ديفايس دي اللي بتربط عناصر الادخال والاخراج مع بعضها، وبتكون عباره عن الماتريكس او الميكس او الامبليفاير اللي بيكبر الاشاره الصوتيه. وطبعا الساعه بتاعته بتتوقف على عدد السماعات اللي هتتركب عليه والزونز اللي هقسمها. وطبعا ما بنساش اعمل حسابي في السبير مثلا 20%. والاوتبوت ديفايسز دي اللي بتتمثل فيه السماعات بمختلف انواعها، سواء كانت سيلينج او وول او بندنت، السماعات المعلقه دي. والهورن سبيكرز دي اللي السبيكرز اللي بتكون في الشوارع تقريبا دي، او بتاعت المساجد. طيب انا المشروع بتاعي دلوقتي مشروع جامعه، فانا عشان اعرف الديسيبل اللي محتاجاه في المشروع ده هتروح طبعا عند الجدول اللي سمعناه في الفيديو الاولاني، وهلاقي بيقول لي مثلا ان الديسيبل اللي المفروض احققه في المناطق اللي هي الكوايت نويز اللي هي الهاديه، والمناطق المتوسطه الضوضاء وشديده الضوضاء وهكذا. فانا ممكن اعتبر ان الجامعات من المناطق الميديوم نويز، فهحتاج ان احقق لها ديسيبل من 65 ل 75. تمام. فهنيجي الاول كده نشوف المقايسه بتاعتي، هلاقيه عامل كده في المقايسه. هو انا طبعا هروح اختار السماعه بتحقق الموضوع ده. تمام. فانا هشوف الاول نظام البابليك ادرس سيستم، بيقول لي هنا اول حاجه ايه، توريد وتوريد وتركيب واختبار مخرج. يبقى ده هنا ايه، ده المخرج اللي انا يبقى ده المخارج اللي استخدمها في ايه الدراسه. مخرج سماعه سقف او حيطه، ومحمل على بند المواسير، وما اعرفش ايه وما اعرفش ايه. بس قال انا استخدم مواسير ايه، مواسير هيدي جيج 20 مللي. والكابل اللي استخدمه كابل 2 في ايه، في 2 في 2.5. تمام. وبعد كده قال لي ايه، توريد تركيب واختبار سماعة سقف، وقال لي ان قدرة السماعة اللي هو عايزها كان من 3 ل 6. فانا هشوف كده الداتا شيت بتاعت السماعة دي. لحظة. السماعة دي اهو بيقول لي ان هي بتحقق لحد 90 ديسيبل، يعني هي كده كده متناسبة معايا في اللي انا عايز اعمله ديزاين. تمام. وبعدين قال لي ايه، توريد تركيب واختبار وحدة اللي هي اليو اس بي والسي دي وما اعرفش ايه، وبعدين توريد الكنترولر، وبعدين وحدة نقل اساسية، وبعدين كل ده عبارة عن، بالنسبة لي عبارة عن وحدات، يعني ديفايسز. تمام. اما ده بالنسبه لي هو المخرج، واللي يهمني منه ان اعرف انا هستخدم ماسوره قد ايه، وكابل ايه، اسمه ايه، ومساحته قد ايه. تمام كده. ادخل بقى تاني البلان بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. هاخد السماعه، وقايل لي اهو ان دي ستيلينج سبيكر. تمام. من 3 ل 6 واط. ماشي. وده البول بوكس اللي انا هستخدمه. هاخد الاول السماعه. طيب السماعة عشان أحدد هي هتغطي كوفريدج ايه قد ايه، ممكن استخدمها من الـ المعادلة دي. بيقول لي ان الدي بتساوي ايه، 2 في الاتش ناقص 1 في البي. طيب يعني 2 الاتش اللي هو ارتفاع الدور عندي ناقص 1. ارتفاع الدور عندي 3.5 ناقص 1 يبقى 2.5، يبقى 2 في 2.5. تمام كده. وبعدين اضربها في ايه، في البي. البي دي اللي هي محددها لي هنا اهو، على حسب الزاويه. بيقول لي الزاويه اللي انت عايزه تغطي تنتشر بيها الصوت ده، زاويه 80 ولا 90 ولا 100 ولا كام. انا ممكن اختارها 100 و20، فهضرب في كام، 1 و3 و70. طلعت بكام؟ طلع القطر بتاعي كله ب 8 وما اعرفش كام. تمام. فانا هستخدم نص القطر بتاعي 4. طبعا هعمل لير جديدة زي ما انا عملت كده، وهعمل ايه الوايرنج بتاعتي، اجيب دايرة وخلي نص قطرها 4000 ملي. كوبي.
كده تمام. لسه الجزء ده ما عملناهوش، هناخد الفول كمان عشان نحط ايه هنا تمام كده. واجيب بقى السماعة بتاعتي اعمل لها ايه، اخدها ايه كوبي. ده هنا مثلا، واحدة هنا، تمام كده. طبعا زي ما قلنا ان الحاجات اللي انا عامله لها دواير دي من الافضل ان انا اعمل لها لير لوحدها واطفيها عشان تبقى معايا كمرجع ليا، تمام. بس انا حاليا مش محتاجاها في حاجه فانا همسحها، تمام. ومفروض دلوقتي ان انا احط الراك بتاعه البابليك ادرس هنا في اوضه الكهرباء، بس انا على حسب الرايزر بتاعي ده بيقول لي ان انا عندي ان البابليك ادرس الراك بتاعته موجوده في الجراوند وطالع بقى بكابل كده لكل كابلات لكل دور، تمام. فانا هنا المفروض على فكره البابليك ادرس بيبقى زي نظام الفاير الارم كده، بيمشي عباره عن لوبه او زونه، تمام. فانا لما المفروض دلوقتي هاجي هبدأ أعمل شوب درون. أول حاجة المفروض أعملها إيه؟ طبعا أسأل المورد هي السماعة اللي عندك دي بتغطي كفرج إيه قد إيه، وأتأكد وأعمل أوفرلاب تاني وأشوف الدنيا بتاعتي مظبوطة ولا مش مظبوطة. دي حاجة. تاني حاجة بعد كده بعمل إيه؟ باخد طبعا كل اللي عندي دول أخدهم وأحطهم في إيه؟ في السيلينج في الكوردينيشن، تمام أهو هنا، وأتأكد إن هما في مكانهم المظبوط بالظبط، وإيه؟ وبعدين أرجعهم البلان بتاعتي تاني. فانا هعتبر ان انا رجعتهم خلاص وعملت لير جديده اسمها وايرنج عشان ابدا اعمل الوايرنج بتاعتي. فانا دلوقتي هخرج من الراك اروح لاول واحده لاول سماعه، ومن الاولى اروح للتانيه، ومن التانيه للتالته. بلاش التسعيرات الكتير دي، هنعمل كده على طول. طبعا انا كل السماعات اللي انا شغاله بيها دلوقتي عباره عن سماعات سيلينج، فلو كان عندي سماعات على الوول كان لازم اعمل لها باك بوكسات، صح كده؟ طبعا انا هكردن واظبط كل اماكن، يعني المكان ده مش اكيد مش مظبوط، ممكن يكون جوه البلاطه هنا مثلا. انا بس بوريكو اللوبه، او الزوم بتاعتي وفي النهاية خالص بحط لها ايه، بحط لها اي او ال اللي هي مقاومة علشان اقفل الدايرة بتاعتي، وما برجعش طبعا مرة تانية للوحة. تطلع في النهاية شكلها كده بعد الكردنة. بعد الكردنة اهو خرجنا من ال طلعنا في الرايزر طبعا، لان انا دلوقتي الراك عندي فين في الجراوند. طلعنا في الرايزر لحد الدور التاني وخرجنا بالكابل بتاعي من السماعه الاولانيه ومنها للتانيه ومنها للتالته. طبعا عملت ليبلنج للسماعات وبعدها تمام كده. طبعا دول بعد ما عملت لهم الكردنه، وبعدين حطيت في النهايه المقاومه والتوصيب. التوصيب بتاعي طبعا زي ما انتم عارفين ان انا بعمل دي الزونه التالته، لانه هنا في هنا قايل لي دي ايه الزونه التالته بتاعت الدور بتاعي ده، تمام. وان انا هستخدم زي ما شفنا في المقايسه ان انا هستخدم مواسير يو بي سي 20 مللي، وان انا هستخدم 2 في 2.5 كيبل، وان انا طبعا كده كده انا شغلي اكسبوز، تمام. مقايس هنا الابعاد هنعملها، ناخد من هنا مثلا بعد هظبطها شوية. ماشي.
ممكن يكون. هو طبعا في الشوب درونج بتاعنا المفروض بنحط البولبوكسات، ولو ما حطيناهاش لازم نحط في النوت كده ان البولبوكس بتتحط كل قد ايه بالظبط. طبعا انا بعمل الابعاد بتاعتي لايه السنتر، وطبعا الرايزر بسهوله او السنجل اند جرام بسهوله ممكن اخده كوبي كده واعدل عليه زي ما عملنا في الفاير. ودي الديتيلة بتاعت التركيب بتاعت السماعة، اهو السماعة نازلة لي البواط اهو في السقف الخرساني، نازلة بماسورة فليكسيبل لحد السقف الساقط داخل على السماعة اللي عندي. وطبعا بعد ما بخلص كده بعمل اللي اوت وبظبط اموري زي ما اتعودنا ان احنا نعمله. وحاليا بقى هنتكلم على الجزء التندرينج. بصوا عشان اجيب اي افريج لينس بسهوله قوي بسهوله قوي لازم ابقى عارفه مكونات النظام اللي انا هشتغله، تمام؟ لو عرفت مكونات النظام وعرفت ايه اللي على الحيطه وايه اللي في السقف فالموضوع بالنسبه لي هيبقى سهل قوي. لو وليكن ده نظام الفاير الارم، انا عندي ديكتورز في السقف اللي هي الحساسات، وعندي الكواسر اللي هي المانوال بلاي ستيشن على الجدار اللي هم الاثنين دول، ودي اللوحه بتاعتي برضو على الجدار. حلو كده. فانا لما اجي انزل في اللوب الاولانيه دي في اللوبه دي فعلا هلاقي عندي نازله، عشان هنزل هطلع من اللوحة عشان اطلع في السقف واروح للحاجات دي كلها، تمام؟ طيب مش انا عندي لما انا ماشية في السقف والحاجات دي كلها في الحيطة لازم انزل للكول ستيشن ده في الحيطة. طيب لو انا برضو عندي الجرس، مش انا برضو الجرس محطوط على الحيطة ولازم انزل له، تمام؟ فانا مكونات النظام عندي ايه؟ عندي حاجات في الحيطة وحاجات في السقف، حلو؟ وكل حاجة على الحيطة لازم يبقى لها ارتفاع معين، وبمشي باللوب بتاعتي عادي جدا، بخرج من اللوحة. بخرج من اللوحة اروح مثلا اللي هيقابلني مثلا، بس اكيد حاجة مش على الحيطة الاول، يعني لازم السقف الاول يخلص. ومن هنا اروح لايه؟ من هنا طبعا انا اللي مبين لي السيلينج، انا مش باين لي النازله اللي في الحيطه، ودي اللي بنوضحها في المعادلات. اروح الف على كل الحاجات اللي موجوده في السقف دي وامشي كده لحد ما اروح للاخيره دي، صح كده؟ فانا يهمني دلوقتي اعرف الحاجات اللي في الحيطه دي على ارتفاع قد ايه، والحاجات النزلات دي هيتحسب ازاي. فانا اول حاجه هعملها وليكن دلوقتي انا هعمل نظام الفاير الارم. فنشوف الداتا الاول، انا عندي ايه في الداتا؟ مش انا عندي فلور الدور الكامل ده، وبعد كده عندي ايه؟ عندي اسم اللوحة البانل اسمها يعني ده نظام فاير الارم، فاكيد اسمها ايه؟ اف اي سي بي، صح؟ فاير الارم كنترول بانل، وده الدور الثاني. وايه كمان؟ عندي رقم اللوب، انا عندي لوبات كتير في اللوحه بتاعتي، فدي اللوبه الكام؟ طبعا احنا قلنا ان دي اللوبه الثانيه، تمام؟ فدي الداتا اللي انا بحتاجها، فانا اسمي دول داتا. وبعد كده بقى انا عايزه اجيب الوحدات بتاعتي الديفايسز بتاعتي. فانا اول حاجه عندي ايه؟ عشان عندي سيلينج ديكتورز
صح؟ وعندي كمان ايه، وعندي مانوال كول ستيشن، وعندي سيرينا، تمام كده. يبقى دول اسمهم ايه؟ دول الديفايسز اللي عندي. وخلي بالكم كل حاجة على ارتفاع مختلف بزودها معايا في الجدول. يعني مثلا لو انا عندي كمان كنترول مديول، والكنترول مديول ده على ارتفاع تاني غير الارتفاع بتاع السرينة مثلا، تمام، احطه في خانة لوحدها عشان ازود الارتفاع بتاعه. وبعد كده مش انا عندي المفروض يكون عندي ارتفاعات للحاجات دي كلها؟ تمام. عندي اول حاجه ارتفاع للايه، للمانوال كول ستيشن هايت، الارتفاع بتاعه، وعندي السيرين هاي، وعندي ايه كمان، عندي الفلور، فلور ليفل، الليفل بتاع الفلور، وعندي البانل، اللوحه هاي. حلو. أول حاجة ده هو قايل لي إن هو هيبقى بكام؟ بواحد وأربعة، ماشي. وده اتنين واتنين. الفلور عندي ارتفاعه كام؟ 5 متر، واللوحة على ارتفاع 2 متر. طيب السقف الساقط، الفولس سيلينج هايت على ارتفاع 3.5، صح؟ يبقى دول كلهم بالنسبة لي الهايتس الموجودين. طيب محتاجة بقى دلوقتي أجيب إيه اللي أنا محتاجة إن أنا أحسبه؟ محتاجة أجيب السيلينج، الخط اللي في الإيه، اللي في البلاي، وده بحسبه من البلاي. محتاجة أجيب إيه كمان؟ محتاجة أجيب الوول، النزلات. فأنا عندي أول حاجة نازلة إيه؟ نازلة للوحة، صح؟ يبقى نازلة للوحة تساوي، أفتح قوس كده، ارتفاع الدور اللي هو الخمسة ناقص ارتفاع اللوح، زائد بعد كده عندي نازلة للمانوال كول ستيشن. بس خلي بالكم أنا بنزل في ماسورة وبطلع في ماسورة تانية، يبقى أنا كده المفروض أضرب في كام؟ في اتنين. يبقى اتنين في عددهم، عشان أشوف أنا هنزل وأطلع كام مرة، في أفتح قوس بقى ارتفاع الدور ناقص الارتفاع بتاعه، زائد لسه عندي إيه، السراين. ما هي برضه السراين هنزل لها وأطلع لها، يبقى اتنين في عددهم في ارتفاع الدور ناقص ارتفاع. انا صادمتها قبل كده ازاي؟ تمام. العدد ده غلط، العدد ده المفروض اخده من هنا، تمام كده. يبقى ده الول اللي عندي. في حاجة كمان ناقصة، اللوب رايزر. مش أنا طالعة في رايزر ولازم أحسب الارتفاع بتاعه، تمام. وبعد كده أنا محتاجة أجيب إيه، عدد المخارج، محتاجة أجيب طول السلاب، لا سوري، الأول كمان لسه الإن بتوين، عشان عندي سقف ساقط. فالإن بتوين بيساوي إيه؟ عدد المخارج اللي موجودة عندي في السقف كلها مضروبة في ارتفاع الدور ناقص ارتفاع ايه، السقف الساقط، تمام. لسه عندي ايه كمان، محتاجة بقى اجيب دلوقتي التوتال اللي هو التوتال لينس. فانا دلوقتي عندي لينس ماشيه فين، في السلاب، في السيلينج، في السقف، زائد الوول، زائد الرايزر، زائد اللي في الان بتوين، صح كده. ومحتاجه اجيب ايه، النمبر اوف ايه، توتال اوتلت، عدد المخارج كلها. انا عندي مخرج فين، مخرج في السقف، ومخرج في هنا من البلاي ستيشن، ومخرج في السراء، تمام كده.
ومحتاجة أجيب في النهاية إيه الأفريج لينس اللي هي بتساوي إيه عدد اللينس كلها على الأوتلت. حلو كده؟ ده بقى الجدول بتاعي اللي أنا محتاجة أعمله بكل بساطة. تمام. اول حاجه هدخل على البلان اللي انا لسه مخلصاه دلوقتي بتاعه الفاير الارم، اجيب ايه، اشوف عندي انا محتاجه ايه، اشوف السلاب اللي انا قستها دي عشان افعل التوتال لينس. طب خلينا ماشيين بالدور، شوف بالدور انا محتاجه اول حاجه ايه عدد الحاجات دي كلها. هعمل كده على ده سيلكت سيميلر كده، هما كام؟ أربعة، نحط واحد هنا، ماشي، خمسة ستة، ماشي، وهنا عملهم بي كاونت 23، يبقى أنا عندي 26 في السقف. طيب المانوال كول ستيشن هم اتنين بس، والسراين هم اربعة بس. حلو كده؟ شوفوا الشيت بيسمع نفسه ازاي، ناقص لي بس ان انا اجيب ايه السلاب. اضغط على السلاب بتاعة الديتكتور دي واعمل ايه توتال لينس، هيجيب لي ان هي كام، 204 وايه وستة، سيلينج 204 و6. في حاجة بقى، في حاجة، هو أنا صح إن أنا أحط العدد ده بتاع السراين؟ لا مش صح. ليه مش صح؟ لأن السراين ما قاليش إن هي من ضمن اللوبة بتاعتي، وما قاليش في المخارج إن البند ده للديتكتورز وللسراين مع بعض، فالمفروض هنا أعوض عنها بصفر، لاني لازم اجيب دلوقتي اتنين افريج لينس، واحد افريج لينس للديتكتورز وافريج لينس تانية لايه زي ما انت بتقولوا كده لايه للسراير. فانا دلوقتي الافريج لينس اصلا بتاعت الديتكتورز طالعه كام، طالعه 9.3، وده رقم منطقي جدا جدا، والفاير الارم اصلا ما بيزيدش عن 10. تمام. نيجي بقى هنا لدي، للي هي دي هناخدها للسراين بس، ده فور سارين. تمام. طيب هنصفر بقى الديتكتورز اللي هنا، ونصفر المانوال كول ستيشن، ونحط عدد دول بس اللي هم أربعة، ونشوف دلوقتي بقى ايه الطول بتاع اللوبة بتاعتي كان كام، اللي هي اللوبة الخضراء دي. توتال لينس بكام؟ ب 54.9. اهي حاجة بقى لسه ناقصة يا جماعة، احنا ليه محدش فكرنا ان احنا نعمل ايه اللوب رايزر دي. طيب ايه اللوب رايزر دي؟ اللوب رايزر دي بوضح انا طلعت قد ايه في الرايزر. طيب دلوقتي كده بالراحة بالراحة، انا دلوقتي طالعة هنا، حلو، طالعة هي اللوحة في الجراوند، الجراوند واللوحة بنحطها على ارتفاع كام؟ 2 متر. طيب يبقى والدور كله على بعضه ارتفاعه كام؟ 5 متر، يبقى 5 ناقص 2 الحته اللي هي متبقيه في الدور دي، يعني وليكن دي اللوحه على ارتفاع 2، فالحته اللي متبقيه لي انا محتاجه اجيب الحته دي. تمام. واجيب الحته دي. تمام. فانا اجيب الحته دي اول حاجه اللي هي دي، تمام، اللي هي كام، 5 ناقص 2 ب 3، واجيب ده بكام، كلها على بعضها بخمسة. طيب ما لسه برضو ان دي على ارتفاع كام، هطلع كمان 2 صح، بس وانا هطلع 2 واسكت، ولا هطلع كل ارتفاع الدور وامشي في السقف، فيبقى اللي عندي الدور عندي اللوبرايزر كام، 3 زائد 5 زائد 5. تمام كده. طب تعالوا نشوفها بقى في ايه في الشيت. يبقى اول حاجه اللوب رايزر، وعلى فكره اللوب رايزر ده بنحسبه مره واحده، يعني لو انا عندي اكتر من لوبه في الدور هو بيتحسب مره واحده وتضربها في عدد اللوبات. يبقى انا عندي كام، 3 زائد 5 زائد 5. بس في حاجه، مش احنا قلنا دلوقتي ان انا في اللوبه بتاعت الديتكتورز دي بطلع وانزل،
يبقى المفروض اضرب ده في كام؟ في 2. تمام كده. هو هنا الافريج لينس عدت معايا ال10، عشان بس انا مش عامله الدور كله، وعشان انا ماشيه مسافات كبيره والسنسورز قليله. تمام. والرقم ده بالنسبه لي منطقي جدا في ايه، في السراير. نيجي بقى بعد كده للي عليه الدور، اللي هو البابليك ادرس. والبابليك ادرس بستخدم له عادي نفس الجدول ده بالظبط، مع اختلافات بسيطة. ازاي بقى؟ اول حاجة الدات، الفلور هو هو، اللوحة اسمها طبعا بابليك ادرس راك، اللوب هي ما هاش لوب، احنا بنتكلم على ايه، على زون 3 صح. والسيلينج بقى دي اللي هنعملها دلوقتي، سيلينج ديتكتور تبقى اسمها سيلينج سبيكرز. وخلي بالي مثلا ابرمج الشيب بتاعي لو انا عندي كمان وول سبيكرز. تمام كده. السرين ما فيش سرين عندي، انا لا ديليت، يبقى ده وده. تمام. طب الارتفاعات، هو بس اللي انا عندي الارتفاع السبيكر، وفي الغالب مثلا ممكن يبقى على ارتفاع 2.5 مثلا، وده طبعا مش معانا. وارتفاع الدور زي ما هو، والبانل زي ما هو، او اللي هي الراك، اللي هي راك مثلا، والسيلينج زي ما هي، ده هنحسبها. الوول طبعا هنشيل الترم اللي احنا مسحنا فيه ده. بس كده. واللوب رايزر زي ما هي برضو هنسيبها. حاجة مهمة، اللوب رايزر هنضربه في 2؟ لا مش هنضربه، عشان انا ما بنزلش. تمام. الان بتوين اوكي. التوتال ماشي. التوتال اوتلت هنشيل طبعا الترم ده عشان مسحناه، وكذلك ده. تمام. اللوب رايزر مثلا نحطه هنا، بس طبعا هنا في السراين هنشيل برضو الاتنين، لان السراين ما بترجعش تاني للوحة. تمام. نشوف بقى ده البابليك ادرس، ندخل على البلان بتاعت البابليك ادرس، اشوف عندي كام واحدة. ريكاونت عندي 8. اغل توتال لينس جدا، توتال لينس 57.5. يبقى ده كام؟ 57.5 تقريبا، ودول 8، وهنا بكام؟ بصفر. والافرج طبيعي جدا ان هو يبقى شبه قريب قوي من الفاير. بس كده، ده بسهولة قوي انك تبرمج الشيت بتاع الفاير وتظبطه، الفاير والبابليك ادرس. ده اللي هينزل لكم ان شاء الله. في هنا حاجة أنا كنت ناسي أعملها أصلا، وأخدت بالي منها وأنا شغالة معاكم، إن أنا هنا في التوتال ده مكنتش ضايفة اللوب رايزر.